بس مصيبه برنامج. طبعا بشير، طبعا بشير. اوف، عز الحرب ووقت الذبح على الهويه كانوا اثنين سوا، يعني امين مش بريء منها، بس بشير كان صادق مع نفسه، هيدا كذاب كبير. طب انت بشرى الخليل اللي قاعده قدامي 100%. انت نفسك بشرى الخليل اللي بعرفك انا؟ لا، ما مش معقول 100%. معناتها الناس بتقرا غلط، بنلعب بالسيستم. لا، معناتها الناس، انا مش ممكن اعجب بامن جميل ولا بشكل من الاشكال، بس ممكن تعجبي ببشير جميل. لا، انت عم تقولي فاضلي بين اثنين. بشير افضل من امين. بشير كان صادق مع نفسه، امين كان كذاب والعبنجي. لما كان عم بيقاتل ويدبح الفلسطينيه على الهويه كان محامي فتح، وقت البعد منها فترة اللي حكم كان كتير كذاب. وبعدين ما تنسى أنه هو اللي دار المدفعية على حي صفير ودمر حي صفير عروس الناس، بعد ما سموه الحج أمين، مدري محمد أمين، مدري شو قالوا عنه يعني. لا، هيدا وسقت فيه الناس.